وفي محافظات الفرات الأوسط والجنوب خرج مئات المتظاهرين باحتجاجات ليلية لإعلان رفضهم ترشيح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة. وذكرت شبكة مراسلي الفلوجة أن مئات المتظاهرين تجمعوا في ساحات التظاهر بمراكز محافظات البصرة والسماوة والعمارة والناصرية والكوت والديوانية وكذلك النجف وكربلاء للتعبير عن رفضهم لمحمد الشيع السوداني المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة. حقيقة أن الموضوع واضح وسريع. أولا رفض المحاصصة المقيتة التي يعني كان سببا في تعاسة العراق وما وصل إليه، وأيضا رفض تقاسم السلطة من جديد والعودة إلى المربع الأول، أيضا هو محاولة إلى رفع صوت شهداء تشرين الذين أعطوا دماءهم من أجل أن يتغير الواقع السياسي في العراق، ولكن مع الأسف أنه بدأ الواقع السياسي يعود إلى ما قبل تشرين. وأعتقد على جماهير تشرين أن تقف مؤيدة لما يحصل من جماهير التيار الصدري، وبالحقيقة أنه نحن رافضون جملة وتفصيلا لموضوع إعادة تدوير العملية السياسية بشخوص وأثبتت فشلها سابقا والآن تعود مرة أخرى لتعيد نفسها من جديد وتصنع لها هالة إعلامية أكثر من الواقع الحقيقي اللي تعيشه الأحزاب التي حكمت العراق مع شديد الأسف وأثبتت فشلها. اليوم خير دليل بأنه اليوم رأيتم بغداد الحبيبة ومحافظات العراق من خارج التيار الصدري ومن داخل خارج التيار الصدري خرجوا إلى الشوارع منددين بكفاء لهذا الظلم ولهذا الاضطهاد. كفاكم فسادا، كفاكم لما يحصل من تهجير ومن فساد ومن اضطهاد للفقراء والمحتاجين. اليوم الشعب العراقي قال كلمته، اليوم الشعب العراقي انتفض، اليوم الشعب العراقي نهض كنهضة الحسين عليه السلام. لا فرق بين سني وشيعي، وإنما العراق عراق علي وعراق الحسين وعراق الأنبياء والأولياء والصالحين. اليوم نقف وغدا وبعد غدا ووقفتنا مستمرة حتى تحقيق النصر إن شاء الله تعالى. طبعا حصلت انتخابات مبكرة وأنزه انتخابات وفازت الكتلة الصدرية بالأغلبية، وراد السيد الصدر يشكل حكومة الأغلبية، وجود معارضة قوية، ولكن الفاسدين أرادوا تعطيل هذا تعطيل حكومة.